باريستا متحجبة ممتاز حجابها كان رافع زي كذا شعرها كان كذا أنا قلت يمكنها ما حد نبهها يا رجل ناسية اي يمكنها ناسية ما حد نبهها يعني أنا غرت عليها غيرة موسى أتوقع ورحت كلمتها بيجيك السؤال فأنا استجمعت قواي وأنا والله أول مرة أسوي الموضوع هذا في حياتي يعني أول مرة يعني يعني أشطح شطحة زي كذا أنا دائما أصر يا غلطة بصر ومشي يعني ولا يمنع الله يستر عليهم عليهم الوكاد قلت لا قلت يمكن لأخي مثلا لون أختي ولا شيء بالعكس أبا الناس يتعاونون على البر والتقوى يا غلا وجهك ممتاز فجيت قلت لو سمحت الله يعافيك أباك كلمة راس بعيد شوي فيوم بعدها شوي ما عاد فيها حد يسمعنا الا بس في ناس ينظرون فينا استغربوا منا يعني قالت سمح بغيت قلت الله يعافيك ما ادري اذا عندك علم ولا ولكن ترى يعني شعرك طالع وحجابك ما ضبطتيه زين جلست تنظر فيني قالت طيب ايش دخلك؟ لا لا اي والله والناس ينظرون فيني انا والله اللي جلست خمس ثواني احاول استوعب الموضوع اقسم بالله يا رجل مني بعدين قلت طيب تعاونوا على البر والتقوى الله يهديك وامشي واخلي اغراضي واخلي حلاي بعدها جيت هنا وفقدت سالفه النصح اذا انتم تلاحظون انا من يوم الصلاه جت ما نصحت الظاهر ما ولا مره